طفلي يروح دكتور اسنان عند سن كام؟ امتى حضرتك تقولي ان ده طفل لازم نبتدي نتابعه، لازم نبتدي يزورنا، ولازم نبتدي ناخد بالنا من اسنانه؟ اول زياره للطفل لازم تكون مع ظهور اول سنه في بقه. يعني في اطفال بتظهر عند 6 شهور لسنه، دايما بقول الام اول سنه تظهر عندك لازم تبتدي تيجي لدكتور السنان. لما بتيجي دايما انا اول حاجه ببص عليها ببقى عايزه اتابع طلوع السنان وترتيب ظهورها في البق، بيبقى عندي شارت بمشي عليه وببقى عايزه اتابع الحته دي. كمان ببص على طبقه المينا بتاعه السنان، وببقى عايزه اتابع اي تغيرات في طبقه المينا، عشان لو في حاجه انا اكتشفتها بدري بيبقى دايما علاجها وهي في الاول بتبقى ابسط واسهل طبعا كتير على الطفل. بس فكره برضو طلوع السنان الاولى، هل ده مثلا حضرتك تقدري تشوفي منه شكل السنان هيكون عامل ازاي، ولا لازم الصف كله يبتدي يبقى يطلع او بان؟ لا، واحد واحد كل ما بيطلع لازم على طول اسجل عندي، وببقى عارفه عنده تاخر مثلا في طلوع الاسنان، فساعتها بحوله على دكتور الاطفال بيغير له في اللبن، بيغير له فيتامينز معينه. لا هو ماشي في التبديل المظبوط بتاعه. طب ببقى ابتدي بقى اعلم الام ونتكلم على احنا هنعمل ايه في الدايت بتاعه، هنظبطه ازاي، لانه في الاول انا كل بيبقى همي في اول سنين في الطفل ان احنا نحافظ على اسنانه ونحافظ عليها من التسويس انها تسوس بدري وهو طفل صغير.